السلام عليكم. مباراة قوية ستجمع اليوم بين منتخب بوركينا فاسو ومنتخب الكاميرون في كأس أمم أفريقيا 2021 لتحديد صاحب المركز الثالث في هذه البطولة. وفي هذا الفيديو سنتعرف على توقيت هذه المباراة والقنوات الناقلة. فشلت الكاميرون في بلوغ نهائي البطولة بعد أن خسرت أمام مصر في نصف النهائي بركلة الترجيح، وكذلك الشأن بالنسبة لبوركينا فاسو التي خسرت أمام السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف في نصف النهائي. والمباراة بين الكاميرون وبوركينا فاسو تجرى اليوم السبت 5 فبراير 2022 على ملعب أحمد وايجو في الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية. وسيتم إذاعة هذه المباراة على قناة بين سبورتاش دي واحد ماكس بتعليق المعلق المغربي جواد بدو.